هذه مبادرة جديدة. وزارة شؤون الأوقاف تلاحظ بأن الكشافة الإسلامية تنشط، بأن مصالح الأمن تنشط، بأن الحماية المدنية تنشط، المجتمع المدني ينشط. سمحنا للأئمة أن يقدموا مبادرات، وبعض المساجد فعلا أجادت في أنها جمعت تبرعات. هذه التبرعات أخذتها قافلة مشكلة من هذه المنظمات إلى دور العجزة في باب زوار وسيدي موسى في الجمعة الماضية وفي الخميس الماضي، وهذا الخميس سوف نذهب بنفس الطريقة إلى أبنائنا وإخواننا وأخواتنا المرضى في المستشفيات، والخميس الذي بعده كذلك، والذي بعده، وهكذا نملأ رمضان بمبادرات شعبية تؤطرها الدولة الجزائرية، تمولها جزئيا وترافقها.